الحمد لله محمد، مسؤول التجاري عن شركة اسباس بايون. الشركة اللي درست على الصفقة ديال تدبير الرحبة ديال الغنم وضحية العتبة بمناسبة السنة. بالنسبة لنا حنا كلشي غادي على أحسن ما يرام. المشكل اللي تيعانو منها وتيعانو منها الفلاحة أنهم تيقول لك بأن هذا العام الثمن ديال العلف كان غالي والكسيبة كاين هنا وفاز ديال العرض وكان قلة ديال الطلب. هادشي العكس بالإيجاب بالنسبة للساكنة أنهم تيقتنيو بأضحية العيد بواحد الثمن اللي هو أقل الثمن اللي كان في السوق. بالنسبه لنا احنا كشركه يعني الفضاء والامن وتاع الثمن من الناس اللي تلجؤوا لنا لانه كاين ثمن قليل. الثمن ديال الصنك هو 10 دراهم وهذا ما كاينش بلاصه اخرى من غير المدينه ديال تيفز. انا فتشوف بعض المدن المجاوره الثمن وصل 50 ديال درهم بالنسبه للخروف. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لنا. والثاني بالنسبه للرجال ديال الامن والرجال ديال السلطه المحليه بالنسبه للسيرو الجولان تنشوف ان الامور عاديه. كاين سهوله ديال السير، كاين سهوله ديال الاقتناء ديال الاضحيه، ما كاينش شي حاجه. حتى بالنسبه للمسائل الصحيه بالنسبه للاضحيه ديال العيد بالنسبه لنا في المدينه ديال تيفلس ان كنا كاين الجوده وكنا تحمل ديك الشاره اللي دارت وزاره الصحه. شكرا.